ماشي على على القانون، حتى شي واحد هنا ما على على القانون، لا حنا بغينا غير حقنا، بغينا غير توصل الكلمه ديالنا للمسؤولين اننا حنا متضررين. إلا كانت كورونا اللي غتقتلنا راه الجوع قتلنا قبل والكريديات قتلونا قبل. جيت اليوم لهذه المظاهرة بصفتي عروسة متضررة من هذا القرارات ديال الحكومة. العروسة تاهي عندها كلشي معرف كلشي معدل هي أكثر مني أنا بعدا راه شوية شي راه واحد الحالة هستيرية. هما عمرهم سمعونا الصراحة عمرهم سمعونا وكنطلبوا الله تكون شي التفاتة من عندهم عينا ما نجيو نتشمشوا ما كاين حتى شي حاجة ما كاين حتى شي واحد ما كيعطيك شي جواب. مشينا تسخرنا وعملنا ستوك وعملنا مسائل وبقينا دابا بحال اللي قال هذاك بالدارجة وغنى. فهاد الصدمة هذه راه ما بغاتش تبردنا راه يوميا كنجيو نعملوا الوقفات على الله يتفاعلوا معنا في هذا القرار ديال الحكومي. خلونا تعيدنا وشرينا الحوالة وشرينا وعاوننا الناس في آخر ساعة جا واحد القرار باط ومنع الحفلات. هما اللي تمنعوا كل شيء باقي محلوله ومربحوره ما شاء الله الالوفات. ولهذا كنطلب صاحب الجلاله هو اللي كنثيقوا فيه هو الرجل الوحيد اللي كنثيقوا فيه. حنا اللواله وقفنا حنا اللواله التزمنا وحنا اللواله جات فينا الدق. هنايا مساكن اللي خرجت من المعامل وجات باش تكمل في هذا الدومين هذا، وكاين بنات اللي ما كتبغيش هو تعمل شي حاجات اللي خارجه للقانون وكتخدم في هذا الدومين هذا. كاين البنات اللي كتخدم 80 درهم غير باش تشري الرابوز، وكاين اللي ما عندها السكر خصها باش تشري الانسولين، وكاين اللي عندها خوته هزاهم. كاين الناس اللي شرات العيد بالكريدي وباش تخدم مور العيد وتردو. تحيه للسلطه والتدابير الاحترازية وعائلتنا ماتوا في كورونا ما نكذبوش، ولكن يعملوا لنا حل حل والعيب عليهم إلا ما مشيناش عليه. يعملوا شي حل يتواضعوا معنا يتواضعوا معنا، هادشي اللي كنطالبوا به. السلام عليكم. احتراماتي لهذا النطاق هذا وهذا الميدان هذا وهذا الدومين هذا وهذا الناس الدومين هذا، حنا متضررين لواحد الدرجة ما كتوصفش. البارح عملنا وقفه احتجاجيه سلميه 100% ما كاين فيها حتى شي حاجه اللي تضر اي واحد. خرجنا ما جاتش المنابر الاعلاميه ما عطاتناش وقت ما عطاتناش حتى شي حاجه. ملي خرج انا جالسين عائله عاملين مع بعضيتهم ما فايتيش حتى 20 الناس، جات منابر اعلاميه صورت على اننا احنا تحدينا القانون وخرجنا على القانون وعملنا فرح وعملنا وعملنا وعملنا. احنا ماشي على على القانون، حتى شي واحد هنا ما على على القانون، لا حنا بغينا غير حقنا. البارح الدولي الماتريال ديالي عندي محضر ديالي عندي اجراءات ديالي كامله. بغينا غير توصل الكلمه ديالنا للمسؤولين اننا حنا متضررين. انا فرقه ديال الدقه المراكشيه. لو كان شي حاجه اللي غنعملوها حنايا وغتخرجنا نخدموا، حنا مع القانون يعطينا شنو غنعملوا باش نخرجوا نخدموا على ولادنا. ما عندنا ما نعملوا. هما كيحكموا علينا ماشي حنا كنحكموا عليهم. إلا كانت كورونا اللي غتقتلنا راه الجوع قتلنا قبل والكريديات قتلونا قبل. كاين الناس اللي ما قادرش حتى تهضر، وكاين الناس اللي طاحت، وكاين الناس اللي مرطت، وكاين الناس اللي بزاف د الحاجات. انا مولاي السلطان يا وكان عندي العزل نهار السبت القرار دابا خرجنا فجاه. احنا كلشي كان عندنا معارفين ما عرفناش القرار اللي تفاجئنا به كامل فينا. كلشي معارفين كلشي واجد خسير الليله ديال دابا وقفوا لي كلشي. العروسه تاهي عندها كلشي معارفين كلشي معدل هي اكثر مني انا بعدا راه شويه شي راه واحد الحاله هستيريه مصدومه يعني لواحد الدرجه كبيره. مش نقول لك دابا كان الملقى كتمشي تهضر معاك يقول لك حنا ما عندنا ما نعملوا، حنا تبع الحكومه قرار اللي طبقت علينا. ايوا الغالب الله ما عندنا ما نعملوا. عليكم راه حنا صبرنا عام ونص عمرنا ما وقفنا في هذه البلاصه، دابا تقاضاو لينا وليداتنا ضايعين ما عندناش باش نقريوهم، ما عندناش باش نديوهم للمدرسه. حنا كنخدموا الصوت كنكريو الماتريال ديال الصوت كنخدموا مع هاد الناس كاملين، دابا راه حنا واقفين. دابا خصهم يشوفوا لنا حل ان البحوره عامرين كلشي عامر. دابا هنا حنا هنا راه كورونا هنايا، علاش ما يجيوش يحلوا لنا مشاكلنا حنا هنا نتفكوا ما بقاوش جالسين هنايا. جيت اليوم لهذه المظاهره بصفتي عروسه متضرره من هذه القرارات ديال الحكومه وحشومه عليها وعار عليها. خلات الناس موجدين كلشي ومني قرب الحفل ديالهم ديال الزفاف ديالهم حبساتهم. جانا هذا الخبر بحال الصاعقه
جاتنا يعني صدمه جابوه لينا مع العيد. كلشي كان مجد، انا عندي عائلتي برا، على برا، راجلي برا، كلشي مقطع. عوالي يجي شي جا شي معولي يجي، يعني كنطالب الحكومه من هذا المنبر، كنطالب الحكومه باش تعيد النظر في هذا القرار، على الاقل تعطيهم اوموان تعطيهم 50%. حنا دافعين العربون، دافعين شحال من حاجه، وديجا كان العرس ديالي تاجل من العام اللي فات بسبب هذه القرارات ديال الحكومه اللي كنسميها انا قرارات يعني فاشله. ويعني كنناشدها يعني تعاود تعيد النظر وتشوف من حل العريسات اللي يعني تسبب لهم هذا الخبر، هذا تسبب لهم يعني في واحد الانتكاسه، سيرتو فهاد جابوهم مع العيد. يعني العيد ما عقلناش عليه، ما عيدناش في خاطرنا، عائله كلشي كيسول، كلشي جاي من برا باش يحضر. يعني كنناشد السي العثماني يعني الى يشوف فينا، يعني يشوف بوجه الرحمه في هاد العريسات اللي كانوا معولين باش يفرحوا بهذا النهار اللي عندهم، خصوصا صحاب الجاليه اللي كاينين برا اللي معولين باش يجيو، واللي جاو يعني على قبل العريسات ديالهم وعلى قبل باش يديروا العراسات ديالهم. فيصل الركراكي ممول حفلات مدينه طنجه. كنطلب من صاحب الجلاله الملك محمد السادس يشوف من الحال القطاع ككل على الاقصاءات اللي قصتنا الحكومه. بالنسبه لنا كنطلبوا طلب حالنا بحال المقاهي، بحال القطاع اللي بقى عنده 50%. حنا هذا الطلب اللي عندنا راه حتى حنا مضرورين، وعندنا الصوائر وباقيين ما بريناش من الجائحه الاولى. بالنسبه لكل ممول الحفلات وشنو عنده من لي زوفري ديالو، كاين اللي عنده 15، كاين اللي عنده 20، ومع لي سيزونيي مي كنكونوا خدامين كنوصلوا 60 65 بالنسبه لي سيرفور، وكاين اللي اكثر كاين ما اكثر. هنايا جميع القطاعات اللي كتتعلق بالحفلات مجموعه هنايا، من الزيانات، من لي سيرفور، من الدقيقيه، من قناوه، من الفونكلور بصفه عامه، جميع القطاعات. هنا الناس القشوع حنا كنطلبوا بحالنا بحال جميع القطاعات اللي تعطات لها 50%، بحال القطاع ديال المواصلات، بحال قطاع المقاعي، بحال لي زوتيل، بحال كلشي اللي تعطات لها. حنا كنحترموا اللي المعايير اللي عطاتنا الدوله نحترموها. هما عمرهم سمعونا، الصراحه عمرهم سمعونا، وكنطلبوا الله تكون شي التفاته من عندهم، وكنترجاو صاحب الجلاله بصراحه الله ما الحكومه فش الحكومه خصنا يدنا منها صراحه الله، يعني عينا ما نجيو نتشمشو، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي واحد ما كيعطيك شي جواب حتى واحد. وزاد هلكونا ديبارينا، مشينا تسخرنا وعملنا ستوك وعملنا مسائل، وبقينا دابا بحال اللي قال هذاك بالدارجه وغنى. فهاد الصدمه هذه راه ما بغاتش تبردنا، راه يوميا كنجيو نعملوا الوقفات على الله يتفاعلوا معنا في هذا القرار ديال الحكومي، وراه حنا راه غرقين دابا مشاكل. خلينا دابا نسينا مشاكل كريديس، راه عندنا المشاكل ديال الناس ديال العرابن، راه الناس يوميا كيتواجهوا عندنا المحل ومين نعطيهم العربون ومين كاين اللي عاطي 2000، كاين اللي عاطي 3000، كاين اللي عاطي 4000 درهم، كاين اللي عاطي 5000 درهم بلوس. عندنا 21 مليون ديال الكريدي ديال لي ماتريال، بغينا نردوه ما بغاوش يشبروا من عندنا. زائد البنك ما رحموناش، يقول لك اسيدي حنا ما عندنا حتى شي علاقه، الحكومه وقفتكم، حنا ما عندنا حتى شي. ولهذا كنطلب من صاحب الجلاله الملك محمد السادس يراعي، هو راعي الفن والفنانين، يرجعوا في هذا القرار، يديروا لنا 50% بحالنا بحال المقاهي، كنخلصوا الضرائب، عندنا الخدامه عندهم سينيسيس، عندنا الواجبات، ان شاء الله سجلنا الخدامه في سينيسيس، دابا عاود نضطروا نوقفوهم، يديروا لنا 50% ويديروا لنا الكمامات ويديروا التباعد ويديروا التدابير الاحترازيه. حنا شوف حنا ما كنربوش مع الحقاده، الوباء كاين والله الله يرفع علينا هذا الشيء هذا، ولهذا باش بين ليل وضحاها غيوقفونا زعما لا يعقل. دابا حنايا دابا راه ماشيين في الافلاس، وولادنا راه كيتطحنوا وراه محشمين مع ولادنا، ما يمكنش. لو كانوا قالوا لنا قبل العيد راه لي بيرسونيل ديالنا ما غنشريو لا حولي، خلونا تعيدنا وشرينا الحوالة وشرينا وعاوننا الناس. فخر ساعه جا واحد القرار باط ومنع الحفلات وما اللي تمنعوا، كل شيء باقي محلوله ومبحوره ما شاء الله الالوفات. ولهذا كنطلب من صاحب الجلاله هو اللي كنثيقوا فيه، هو الرجل الوحيد اللي كنثيقوا فيه يشوف فينا في هذه القرارات الصادمه اللي رزقتنا واللي هلكتنا، والجهد ما بقالناش الا الهضره، ونطلبوا من الله يرفع علينا الوباء. وكنشكر جميع القنوات الطنجاوي ولا جميع القنوات اللي كيتضامنوا معنا، وحنا ماشي ضد التدابير الاحترازيه، حنا مع حنا الواله وقفنا، حنا الواله التزمنا، وحنا الواله جات فينا الدق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.